أنا صرت دلوقتي الوحدة التانية وهي المصابيح الكهربية، والعنوان بتاع الوحدة بتاعتنا الطاقة الكهربية. طاقة إيه؟ الكهربية. بص بقى، النهاردة هنبتدي إن شاء الله الوحدة التانية الطاقة الكهربية. الأهداف بتاعة الوحدة دي، إحنا أول درس هناخده هو المصابيح الكهربية. هنعرف تركيب أنواع المصابيح، هنتعرف على كل مصباح ونوعه، بعد كده هنقارن بين التوصيل على التوالي والتوازي، وهنستمتع بطريقة لتوصيل المصابيح الكهربية إذا كانت توالي أو توازي. بعد كده الدرس التاني هيتكلم عن أخطار الكهرباء وكيفية التعامل معها، وهنعمل تجربة. التجارب دي عشان نحدد إيه المواد الصلبة الموصلة والمواد العازلة. بعد كده هنتعرف على أخطار الكهرباء واحتياطات التعامل معها في المنزل. هذا الدرس الأول، مصابيح الكهربية، وفي مقدمة بسيطة عايزين نعرفها. أول حاجة إن الشمس أكبر وأقدم مصباح عرفه الإنسان في الكون، وإن الإنسان اكتشف النور. بعد كده وجد إن الضوء بتاع إن النار ده بيحسسه بالأمان في وحشة الظلام في الليل، وكمان كان بيستخدم النار دي علشان يكمل الأعمال بتاعته أثناء الليل لو هو ما خلصهاش في النهار. وحتى وقتا قريب كان الإنسان بيعتمد على مصادر ضوئية زي المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية. وبعد محاولات عديدة استطاع الإنسان أن يخترع مصباح وسماه المصباح الكهربائي. إيه اللي قدامنا ده؟ عبارة عن إيه دي؟ عبارة عن مصابيح. المصريين القدماء كانوا مخترعين الشمع. بعد كده سنة 1810 كان شكل المصباح بالشكل ده، 1879 كان بالمنظر ده، 1924 كان بهذا المنظر، و1976 كان اللي هو اللمبات المؤثرة، و2006 اللمبة بالمنظر ده. الدرس ده هنعرف فيه أنواع المصابيح والدائرة الكهربية وتوصيل المصابيح في الدائرة الكهربية. أنواع المصابيح، إيه أنواع المصابيح اللي إحنا أخدناها؟ أول حاجة عايزين نعرفها تعريف المصباح الكهربي. عبارة عن إيه المصباح الكهربي ده؟ عبارة عن أداة بتقوم بتحويل الطاقة إيه للطاقة إيه؟ أولا المصباح ده عشان ينور لازم يكون عندي كهرباء. طب يبقى أنا كده عشان هو ينور ويضيء لازم يكون عندي كهرباء، يبقى بيحول الطاقة إيه للطاقة إيه؟ الطاقة كهربية. الكهربائية والطاقة برافو عليك، يبقى أداة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة طاقة. طب مميزاتها إيه بقى؟ إيه مميزات الضوء اللي بيستقبل الكهرباء جوه البيت؟ أول حاجة مصدر دائم للكهرباء. رقم 2، بيعطي الضوء صافي وبراق وخالية من الدخان والأبخرة. هو الضوء بتكون إيه؟ يكون الضوء نظيف كده صافي، ما فيش دخان ولا فيه أبخرة ولا روائح. يبقى دي مميزات المصباح. العالم اللي هو اخترع المصباح كان اسمه أديسون، توماس ألفا أديسون، مخترع أمريكي اخترع المصباح الكهربي. ولما توفى تم إطفاء جميع المصابيح في أمريكا تكريما له. ليه بقى؟ لأن قبل ما هو يخترع المصباح كانت البلد ما فيهاش مصابيح، وبالتالي كانت الدنيا إيه؟ ضلمة. إيه أكتر أنواع المصابيح انتشارا؟ في مصابيح متوهجة، وده المصدر، وده الشكل بتاعها، ده الشكل بتاعها، تمام، اسمها المصابيح المتوهجة. وفي مصباح اسمه المصباح الفلوريسنت، وده الشكل بتاعه. يبقى انا عندي اكثر المصابيح انتشارا نقط ونقط، هي ايه وايه؟ المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورسنت. تمام. طب ايه تعريف المصباح؟ تعريف المصباح
عبارة عن أداة تستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. تاني، أداة تستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. تمام، إيه مميزات المصباح؟ مصدر من هو دائم مصدر للضوء. ضوء وبيعطي ضوءا صافيا براقا وخاليا من الدخان والأبخرة والروائح. حلو، من هو مخترع الطاقة، من هو مخترع المصباح الكهربي؟ توماس ألفا إدسون، تمام، وكان برافو. هو مخترع لا لا، بس أمريكي. هو كده كفاية. المصابيح المتوهجة بقى هناخدها بالتفصيل. تعد المصابيح المتوهجة أكثر مصادر الضوء الصناعية استخداما. يجي سؤال في الامتحان يقول إيه؟ أكمل ما يأتي. تعد نقط أكثر مصادر الضوء الصناعية استخداما، يبقى المصباح إيه؟ المتوهج. طيب، فكرة عمله، يحدث انبعاث للضوء عن طريق تسخين سلك من مادة التنجستين. يبقى السلك اللي هنا ده اسمه سلك مصنوع من ايه ده؟ من مادة ايه؟ التنجستين. ايوه، الى درجة التوهج عند مرور التيار الكهربي فيه. يبقى فكرة العمل، بيحدث انبعاث للضوء عن طريق تسخين سلك مادة التنجستين. تسخين مادة التنجستين بتؤدي الى توهج ايه؟ المصباح. طب امتى بيحدث تسخين للسلك؟ لما بيمر ايه؟ تيار كهربي. الاستخدامات بقى، تتنوع استخدامات المصابيح المتوهجة في الكثير من المجالات الحياة، نذكر منها الآتي. نستخدمه في ايه؟ أول حاجة نستخدم المصابيح دي في إنارة المنازل. إنارة ايه؟ المنازل. ورقم 2 في مصابيح السيارات. رقم 3 في مصابيح اليد أو الكشافات. يبقى تاني كمان مرة، بنستخدم المصباح المتوهج في ايه وايه وايه؟ نورة المنازل. إنارة المنازل ومصابيح السيارات ومصابيح اليد. برافو عليك. تركيب المصباح، يمكن التعرف على تركيب المصباح المتوهج بإجراء النشاط التالي. هنجيب مصباح وهنجيب عدسة مكبرة عشان نعرف التركيب بتاعه. افحص مكونات المصباح الكهربي بواسطة العدسة المكبرة، وكن حذرا حتى لا ينكسر. حدد الأجزاء الرئيسية المكونة من المصباح الكهربي. أدي المصباح أهو، وأدي العدسة المكبرة أهي. هنلاحظ إيه؟ يتكون المصباح الكهربي من 3 أجزاء رئيسية. الـ3 أجزاء الرئيسية دي عبارة عن فتيل المصباح، الانتفاخ الزجاجي، وقاعدة المصباح. الحتة اللي لونها أصفر دي قاعدة المصباح. الحتة اللي هي دي اللي عاملة منفوخة دي اللي عاملة زي البالونة دي نسميها الانتفاخ الزجاجي. اللي من جوه ده، ها، اللي من جوه ده اسمه إيه؟ فتيل المصباح. هناخد بقى فتيل المصباح بالتفصيل. ادي فين فتيل المصباح يا مس؟ هو ده، شايفه ده فتيل المصباح. بيتركب من ايه؟ او الوصف بتاعه عباره عن ايه؟ سلك لولبي. سلك ايه؟ لولبي رفيع. فتيل المصباح عباره عن سلك لولبي رفيع مصنوع من ماده التنجستين. سلك لولبي رفيع مصنوع من ماده ايه؟ تنجستين. تمام. السلك اللولبي الرفيع المصنوع من مادة التنجستين ده بيتسري فيه الكهرباء، الكهرباء بتمشي فيه. طب لما الكهرباء بتمشي فيه بيحصل طب ازاي الكهرباء بتمشي فيه؟ عن طريق توصيله بسلكين من النحاس. ادي سلك من النحاس اهو، وادي السلك التاني من النحاس اهو. يبقى عبارة عن سلك لولبي رفيع مصنوع من مادة التنجستين، تسري فيه الكهرباء عن طريق توصيله بسلكين من النحاس يصلان بين قاعدة المصباح والفتيل. كمان مرة، يبقى فتيل المصباح ده عبارة عن إيه؟ الوصف بتاعه عبارة عن إيه؟ سلك لولبي مصنوع من مادة التنجستين، بتمشي فيه الكهرباء، بتصل إليه الكهرباء عن طريق إيه؟ سلكين. سلكين مصنوعين منين؟ من النحاس. طب السلكين اللي مصنوعين من النحاس بيوصلوا مين بمين؟ بيوصل قاعدة المصباح اللي هي من تحت دي والفتيلة. تمام؟ طب إيه أهميته؟ هل فتيل المصباح ده مهم؟ آه مهم. إيه بقى؟ إزاي بقى مهم؟ عند مرور التيار في سلك التنجستين يسخن ويتوهج وينبعث منه الضوء. عند مرور التيار في سلك التنجستين يسخن ويتوهج وينبعث منه الضوء. لما التيار الكهربي بيمر في سلك التنجستين يسخن وينبعث منه ايه؟ الضوء. الضوء طيب، يجي سؤال يقول ايه؟ هحلل لما يأتي. تصنع فتيلة المصباح الكهربي من مادة التنجستين. ليه؟ إن درجة انصهاره مرتفعة، مما يجعله لا ينصهر
في درجات الحرارة عليه. الحرارة عليه. تمام، يبقى احنا صنعناه من التنجستين ليه؟ عشان هو بيتحمل درجة الحرارة، أو لأن درجة انصهاره مرتفعة، لأن درجة انصهاره مرتفعة مما يجعله لا ينصهر في درجات الحرارة العالية. طيب، في عندي التركيب رقم 2، الانتفاخ الزجاجي الرقيق. فين هو؟ شايفين الحاجة اللي عاملة زي البالونة دي النفوخة دي؟ ده اسمه إيه؟ انتفاخ زجاجي رقيق. الوصف هو انتفاخ زجاجي يحتوي على أحد الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون بدلا من الهواء. طب ليه يا مستر احنا حطينا غاز الأرجون في الانتفاخ ده؟ أصل الأرجون ده بيعمل إيه؟ بيمنع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من الاحتراق. يمنع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من إيه؟ يحفظها من الاحتراق. يجي سؤال علق في الامتحان يقول ايه؟ قلت الامر سفير لا يمس. ايوه برافو عليك. احتواء الانتفاخ الزجاجي على غاز خامل ليه؟ لاطاله عمر الفتيله ومنع احتراقها. يبقى الانتفاخ الزجاجي ده ليه احنا بنحط فيه غاز خامل؟ لاطاله عمر الفتيله ومنعها من الاحتراق. ثالث حاجه بقى هناخدها قاعده المصباح. ايه اهميه قاعده المصباح؟ رقم 1، بتحمل المصباح قائما وتثبته. رقم 2، توصل المصباح بالدائرة الكهرباء. يبقى دي أهمية إيه؟ قاعدة المصباح. قاعدة المصباح دي لا، في عندي نوعين، في قاعدة حلزونية وأدي الشكل بتاعها أهو، وفي قاعدة مسمارية وأدي الشكل بتاعها أهو. أولا القاعدة الحلزونية دي توجد بها قطعتان معدنيتان للتوصيل. القاعدة المسمارية توجد بها مسماران جانبيان وتوجد بها قطعتان معدنيتان للتوصيل. ادي المسمارين اهو، ادي المسمار وادي المسمار اللي من الناحية التانية، وفي عندنا هنا ايه قطعتين معدنيتين للتوصيل، ادي واحدة وادي التانية. تاني نوع هو المصباح الفلوريسنت. المصباح الفلوريسنت اللي هو ايه اللي انتم شايفينه ده، ده مصباح اسمه مصباح ايه ده؟ مصباح فلوريسنت. ايه فكرة عمل المصباح الفلوريسنت؟ فكرة العمل انبعاث الضوء من البخار أو الغاز عندما يمر فيه تيار كهربائي. يبقى الضوء هيجي من عند فين؟ من البخار والغاز. امتى؟ لو مر فيه تيار ايه؟ كهربائي. أهرب يبقى انبعاث الضوء من البخار أو الغاز عندما يمر فيه تيار كهربائي. أهرب بنستخدمه في ايه بقى المصباح الفلورسنت ده؟ أول حاجة، أو في حاجة عايزين نقول عليها، المصباح النيون هو المصباح ايه؟ الفلورسنت. يبقى صح او غلط، احط ده علامه صح او علامه خطا. تسمى مصابيح الفلورسنت مصابيح النيون، صح ولا غلط؟ صح. تمام. نستخدم مصابيح الفلورسنت او مصابيح النيون في 4 حاجات. رقم 1، المنازل والمكاتب. 2، تزيين المحلات. 3، اللافتات الاعلانيه. 4، مترو الانفاق. بيتركب من ايه المصباح الفلورسنت ده؟ يتكون مصباح الفلورسنت من 3 اجزاء. تعالوا نشوفهم كده قبل ما انا اتكلم. قولوا لي كده، ده بيتكون من ايه؟ عباره عن ايه ده؟ زجاجي مخرج. انبوبه زجاجيه. انبوبه ايه؟ زجاجي ايه كمان؟ ايه هنا وايه هنا؟ نقاط توصيل برافو عليكي. ايه كمان؟ فتيلتان من التنجستين. برافو عليك، ممتاز. طيب الانبوبه الزجاجيه ايه الوصف بتاعها، والفتيلتين ايه الوصف بتاعهم، ونقاط التوصيل ايه الوصف بتاعهم؟ بالنسبه للانبوبه الزجاجيه، هي انبوبه مفرغه من الهواء بتحتوي على غاز الارجون الخامل وقليل من بخار الزئبق. يغطى سطحها من الداخل بماده فسفوريه وتضيء عند سقوط الضوء عليها. كمان مره، هي عباره عن انبوبه مفرغه من الهواء بتحتوي على ايه؟ على غاز الارجون الخامل وقليل من بخار الزئبق. يغطي السطح من الداخل بمادة إيه؟ فسفورية تضيء عند سقوط الضوء. طب الفتيلتان من التنجستين يوجدان على طرفي المصباح من الداخل. يبقى أنا عندي فتيلتين من التنجستين، فين هم يا مس؟ أهو شايف الحتة الحلزونية الصنطوطة دي؟ كبر شوية، كبرت جامد. بص كده معايا، شايفين الحتة دي؟ واضحة ايوه واضحة واضحة ولا لأ؟ تمام، شايفين الحته دي؟ ايوه. يبقى انا عندي هنا فتيله وادي فتيله. يبقى انا عندي كام فتيله دلوقتي؟ فتيلتان من التنجستين. طيب يوجدان على طرفي المصباح من الداخل، ادي طرف ودي طرف. يبقى الفتيلتان من التنجستين موجودين فين؟ على طرفي المصباح من الداخل. طيب هسأل سؤال تاني اشوف الناس مصحصحه معاه ولا لا.
هو الأنبوبة الزجاجية فيها إيه وإيه؟ فيها إيه وإيه؟ غاز خامل وبخار من الزئبق، طب الغاز الخامل اسمه غاز إيه؟ الأوزون. جو تمام. نقاط التوصيل، توجد نقطتا توصيل عند كل طرف، يبقى عندي هنا نقطتين وعندي هنا نقطتين، يبقى نقطتا توصيل عند كل طرف من أطراف المصباح. ليه فايدتها إيه بقى دي؟ توصيل الكهرباء للمصباح. توصيل الكهرباء لمين؟ المصباح. ممتازين. هل تعلم أن لا يدخل غاز النيون الخامل في عمل المصباح الفلورسنت، ولكن اشتهر اسم هذا النوع من المصابيح بمصابيح النيون؟ هناك نوع من أنواع المصابيح الفلورسنت يسمى بالمصابيح المدمجة، والذي يختلف عن المصابيح العادية في أنه يوفر في استهلاك الطاقة، وله عمر افتراضي أكبر من المصابيح العادية من 8 إلى 18 مرة، حيث يتراوح عمرها الافتراضي إلى 8000 ساعة إلى 1000 إلى 15000 ساعة، بينما العمر الافتراضي للمصابيح العادية من 750 إلى 1000. تحذير: يجب التعامل مع صابيح الفلورسنت بحذر شديد. ليه؟ لأن بها نظر بخار الزئبق الثاني. برافو عليك. طيب، يجب عدم لمس المصابيح الكهربية أثناء تشغيلها باليد. ليه؟ بسبب ارتفاع درجة إيه؟ الحرارة. يلا نحل مع بعض الأسئلة دي بقى. بص، نصنع فتلة المصباح العادي من إيه، وذلك لأنه إيه؟ يلا يا عبد الرحمن. نصنع فتيلة على المصباح العادي من التنجستين، وذلك لأن له درجة انصهار مرتفعة. تمام، يلا يا رجعين. تحتوي أنبوبة مصباح الفلورسنت على غاز إيه، ويغطي سطحها من الداخل بمادة إيه؟ غاز الأوزون، ويغطي سطحها من الداخل بمادة فسفورية. برافو عليك إن شاء الله. طيب، اختر الإجابة الصحيحة. تحتوي المصابيح الكهربية على غاز خامل مثل الأوزون. رجعين. انظر إلى الشكل الذي أمامك، ما اسم الشكل؟ مصباح متوهج، يمثل رقم واحد ايه؟ الفتيلة. فتيل المصباح. رقم اتنين. رقم 2 قاعدة المصباح. تمام. علل لما يأتي عبد الرحمن. سلك لولبي، اقصد المصطلح العلمي، سلك لولبي رفيع من التنجستين يوجد بالمصباح. فتيلة المصباح، ايه؟ فتيلة المصباح. فتيل المصباح. تمام. انت برضو هتحلها، هتحل رقم ب. أداة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة ضوئية. المصباح الكهربي. تمام، أحسنت. رقم خمسة يا لوجين، ماذا يحدث عند وجود هواء داخل انتفاخ المصباح الكهربي؟ وجود هواء داخل انتفاخ المصباح الكهربي بيحمل فتيلة. احتراق الفتيلة. لا، ثانية بس، ثواني يا عبد الرحمن، ثواني، ما تجاوبش الله غير لما أقول لك. أنت قلت إيه يا لوجين؟ حماية الفتيلة. حماية احتراق الفتيلة. بقى أنا لو عندي هواء داخل المصباح الكهربي هيحمي الفتيلة برضو؟ احرقها. إيه اللي هيحصل يا عبد الرحمن؟ احتراق الفتيل. احتراق الفتيلة. طب إحنا المفروض اتفاق المصباح الكهربي ده يبقى فيه هواء ولا مفهوش؟ مفهوش. ليه بقى، ليه لازم يكون فاضي من الهواء، ما يكونش فيه هواء ليه؟ لعدم احتراق الفتيلة. طيب تعالوا بقى مع بعض كده عشان نفكركم بالكلام ده، عشان انتوا ممكن تكونوا هتنسوا ولا ايه. بصوا هنا، الانتفاخ الزجاجي. طب ما احنا كنا بنتكلم على الانتفاخ الزجاجي. شوفوا هنا، الانتفاخ الزجاجي يحتوي على احد الغازات الخامله مثل غاز الارجون بدلا من الهواء. ليه؟ يعمل على منع وصول الهواء للفتيله فيحفظها من الاحتراق. طب ايه اللي يحصل لو في هواء في لو في هواء داخل الانتفاخ ده؟ لو في هواء، ايه اللي يحصل؟ يحصل احتراق، احتراق المصباح. طب انا عشان امنع الاحتراق بحط غاز مين عشان يحمي الفتيله منين؟ الاحتراق. تمام. هناخد بقى مع بعض دلوقتي الدائره الكهربائيه. الدائره الكهربائيه دي عباره عن مسار مغلق يمر فيه التيار الكهربائي. ده تعريف، وبيجي صح وغلط، وبيجي كمان مصطلح حلو. ليه يا مس؟ أصل الدائرة الكهربية دي احنا خدناها قبل كده بتتكون من 4 حاجات: مصباح، سلك عسلك من النحاس، والمفتاح، والبطارية. 4 حاجات اهو. لما بنقفل الدائرة بيمر تيار كهربي. يبقى الدائرة الكهربية عبارة عن ايه؟ مسار مغلق يمر فيه التيار الكهربي. تتكون الدائرة الكهربية من كام جزء؟
أربعة. إن هما البطارية مصدر للتيار الكهربي وأسلاك التوصيل عشان توصل التيار الكهربي من فين لفين، من البطارية البطارية للمصباح. مصباح الكهرباء. عندي مفتاح تمام. كهربي ليه عشان يتحكم في فتح وغلق الدائرة، وعندي مصباح كهربي بيقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ ضوئية. ليه بقى؟ عشان الاستدلال على موتور، على مرور التيار الكهربي، لأن لو في تيار كهربي المصباح هينور، مفيش تيار كهربي المصباح إيه؟ مش هينور. وأدي الرسمة، أدي أو الرسمة، إيه دي؟ المصباح ناور لو ما فيش مفتاح بطارية. ماشي، البطارية دي فيها قطبين، قطب موجب وقطب. سالب تمام، ده ايه ده؟ مصباح كهربي وده ايه؟ مفتاح وهنا وهنا ده عبارة عن ايه؟ سلك، سلك مفتاح كهرب. كهربي الأسلاك دي بتبقى مصنوعة منين؟ نحيس. ممتازين. التيار الكهربي يمر في الدائرة الكهربية المغلقة، أي التي تكون جميع أجزائها متصلة معا. التيار الكهربي لا يمر في الدائرة الكهربية المفتوحة، أي التي لا تكون جميع أجزائها متصلة معا. طب تعالوا بقى نشوف كده، هي الدايرة دي مفتوحة ولا مغلقة؟ بس أنا أخبركم الإجابة عشان نشوف. مفتوحة دي مفتوحة مغلقة. مغلقة ده زين. أضف لمعلوماتك، التيار الكهربي عبارة عن سريان الشحنات الكهربية خلال المادة إيه؟ موصلة. مغلقة. ازاي بنوصل المصابيح الكهربيه في الدائره الكهربيه؟ عندي طريقتين، في طريقه اسمها توصيل على التوالي، في طريقه ثانيه اسمها توصيل على ايه؟ التوالي. طرق توصيل المصابيح الكهربيه في الدائره الكهربيه، طرق توصيل المصابيح الكهربيه في المنازل. اول حاجه هنشوف طرق توصيل المصابيح الكهربيه في الدائره الكهربيه. توجد طريقتان لتوصيل المصابيح الكهربيه في الدائره الكهربيه، هما ايه؟ التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. التوصيل على التوالي ده عباره عن ايه؟ هنعمل نشاط. نعرف طريقة توصيل المصابيح الكهربية على التوالي عشان نعرفها، هنعمل تجربة. الأدوات هنجيب 4 مصابيح صغيرة، 4 حوامل مصابيح، بطارية، شريط لاصق، أسلاك توصيل نحاسية مكشوفة الأطراف، مفك، ومفتاح كهرباء. خطوات العمل، هنثبت مصباح داخل الحامل، استخدم المفك لتثبيت أسلاك التوصيل، ثبت أطراف أسلاك التوصيل في طرفي البطارية بواسطة الشريط اللاصق، لاحظ شدة إنارة المصباح. هذا الشكل التوضيحي، وهنلاحظ ايه؟ ان شدة انارة المصباح قوية. ليه؟ بسبب قلة تحميل بسبب قلة تحميل المصابيح على الطاقة. برافو عليك، ممتاز يا عبد الرحمن، لان عدد المصابيح هنا قليلة، يعني واحد بس، فلما يبقى مصباح واحد هيبقى المصباح الانارة قوية. طب افرض هنا في الخطوة رقم 2 زودت عدد المصابيح، بصوا هنا، قم بإضافة مصباح آخر وذلك عن طريق استخدام حمل آخر وتوصيل باستخدام أسلاك التوصيل كما هو موضح، قارن بين شدة إنارة المصباح الواحد وشدة إنارة المصباحين. لاحظ إيه؟ شدة شدة إنارة النار المصباحين المصباحين أقل أقل من شدة شدة. النار المصباح الواحد. رقم 3، لا ماما لسه، كرر الخطوة السابقة حتى تصل لـ4 مصابيح. قارن بين شدة إنارة المصباح واحد وبين شدة إنارة أكثر من المصباح. إيه اللي هيحصل لو أنا زودت عدد المصابيح؟ نار المصباح بزيادة عدد المصابيح، تمام. هنعمل هنا بقى إيه؟ يعني خطوة تالتة، خطوة العمل. تقوم بفك مصباح واحد من الدايرة، رحت فكيت واحد من هنا. باستخدام القلم الرصاص ارسم خطا يبدأ من أحد طرفي البطارية وينتهي به الطرف الآخر من البطارية. إيه اللي هيحصل لو أنا فكيت واحد؟ هتنطفئ جميع المصابيح. والخط المرسوم عبارة عن مسار خط واحد المصباح ايه؟ عبارة عن مسار واحد مغلق. هنستنتج من كده ايه بقى؟ ايه؟ يلا يا رجعي. في حالة توصيل المصباح على التوالي نجد أنه يتم توصيل أحد طرفي المصباح بأحد طرفي المصباح الذي يليه، وهكذا يتم توصيل كل مصباح تلو لآخر. يوجد للتيار مسمار واحد خلال الدائرة الكهربائية. عند توصيل أكثر من مصباح بالدائرة تقل شدة إنارة المصابيح حتى تضعف عند توصيل عدد كبير من المصابيح بالدائرة الكهربائية. عند فك أحد المصابيح أو احتراقه أي قطع المسمار فإن التيار الكهربي لا يسري في الدائرة وتنطفئ جميع المصابيح. يلا عبد الرحمن كده، بص احنا دلوقتي هنتكلم على التوصيل على التوالي، اقرا كده.
طريقة التوصيل على التوالي، طريقة يتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحدا تلو الآخر. يبقى كده ده تعريف اهو. لو انا سالت سؤال اكتب المصطلح العلمي، طريقه يتم فيها توصيل المصابيح واحدا تلو الاخرى، هكتب توالي ولا توازي؟ توالي. ماشي. على اللي ما ياتي عند احتراق او فك احد المصابيح الكهربيه المتصله على التوالي تنتشر داخل المصابيح، ليه؟ لأن جميع المصابيح تكون في مسار واحد. ايوه، لانه في حاله التوصيل على التوالي يوجد التيار الكهربي المصري واحد. طب اختر الإجابة الصحيحة. أنت يا لوجين أهو، عند توصيل مصباح كهربي في دائرة كهربية على التوالي مع عدة مصابيح كهربية، فإن شدة إضاءة المصابيح هتقل ولا تزداد ولا تظل ثابتة؟ مصباح واحد، لو مصباح واحد تبقى بتزيد. أي عبد الرحمن، إيه رأيك؟ تقول أيوة إجابة صح. يبقى الإجابة الصح إنها تقل. ليه تقل؟ لأن أنا زودت مصباح مع عدة مصابيح كهربية وكل دول متوصلين على التوالي، فأنا لما بزود عدد المصابيح بتقل شدة إيه؟ الإضاءة. يبقى الإجابة الصحيحة فين هنا؟ تقول اللي هي دي. ماشي يا رجعي؟ ماشي. طيب انظر إلى الشكل ثم أجب، اكتب البيانات على الرسم. إيه ده؟ رقم واحد مين هنا؟ ده بطارية مصدر طاقة. ماشي. ورقم اتنين؟ مصباح كهربي. ماشي. ورقم تلاتة؟ مفتاح كهربي. تمام. يلا يا رجعي، لكي يتوهج المصباح لابد أن يكون جزء رقم ثلاثة مغلق ولا مفتوح ولا ليس له أهمية؟ مغلق. تمام. برافو مفتوح عليك، مفتوح. مغلق مغلق. يا بنتي مغلق. مغلق. احنا قلنا ده المفتاح، ده لو احنا قفلناه، يعني احنا نختار دي، لو قفلناه يبقى التيار الكهربي هيمر، ولو مر يبقى ده المصباح هينور. نقولها تاني دي، نقولها لك تاني. لا انا فكرت اول اختيار هو اللي مغلق، يعني تاني اختيار هو المغلق. لكي يتوهج المصباح عشان ينور المصباح لابد أن تكون الدائرة مغلقة. طب الجزء رقم ثلاثة فين؟ أدي الجزء رقم ثلاثة أهو، شايفاه؟ اللي هو ايوه المفتاح، هو كده مفتوح، لو أنا قفلته هيبقى الدائرة مغلقة. طالما الدائرة مغلقة هيمر تيار كهربي، ولما يمر تيار كهربي المصباح هيحصل له إيه؟ ينور. تاني حاجة التوصيل على التوازي. شوف، تعرف طريقة، تعرف تع... آه... لكي تتعرف على طريقة توصيل المصابيح الكهربية على التوالي اجري تجربة الأدوات. هنجيب أربع مصابيح، أربع مصابيح صغيرة وأربع حوامل مصابيح والبطارية وشريط لاصق وأسلاك توصيل نحاسية مكشوفة الأطراف ومفتاح كهربي. الخطوات: رقم واحد، ثبت مصباحين بداخل حاملين. اثنين، استخدم المفك لتثبيت أسلاك التوصيل الحاملين. ثلاثة، ثبت أطراف أسلاك التوصيل في طرفي البطارية بواسطة الشريط اللاصق. أربعة، لاحظ شدة أنارة المصباحين. أدي المصباحين أهو، ماشي، وأدي البطارية وأدي المفتاح، وهنا هنعمل أدي سلك متوصل وأدي السلك التاني. طيب شدة أنارة المصباحين هتبقى إيه؟ قوية. قوية. ماشي. قم بإضافة مصباحين آخرين، هنضيف مصباح تاني ومصباح، يعني مصباح من فوق ومصباح من تحت، تاني زوجهم. قارن بين شدة إنارة المصباحين وشدة إنارة الأربع مصابيح، هتظل شدة الإنارة كما هي. قم بفك مصباح واحد من الدايرة وهي مغلقة، هنحوش واحد كده من النص كده، أي واحد يعجبكم ما تحوشوه. باستخدام القلم الرصاص ارسم خطا يبدأ من أحد طرفي البطارية وينتهي بالطرف الآخر من المصابيح، ماذا تلاحظ؟ تظل شدة الإنارة كما هي، الخط المرسوم يتفرع إلى عدة خطوط فرعية. الاستنتاج، يلا عبد الرحمن نستنتج إيه؟ إذا استنتج في حالة توصيل المصابيح على التوازي نجد أن يتم توصيل المصابيح الكهربية في مسارات فرعية. يوجد للتيار الكهربي عدة مسارات خلال الدائرة الكهربية.
أما توصيل أكثر من مصباح بالدائرة تظل شدة إضاءة المصابيح كما هي. عند فك أحد المصابيح أو احتراقه لا تنطفئ باقي المصابيح بالدائرة الكهربائية. طيب ايه بقى تعريف التوصيل على التوازي؟ طريق بيتم فيها توصيل المصابيح الكهربية في مسارات فرعية. يبقى انتوا اول ما تشوفوا توصيل المصابيح في مسارات فرعية يبقى على طول هنقول ايه؟ توازي. ماشي، على اللي ما يأتي عند احتراق احد المصابيح المتصلة معا على التوازي في الدائرة الكهربية فإن باقي المصابيح لا تنطفئ. ليه؟ لأن في حالة التوصيل على التوازي يكون للتيار عدة مسارات. طيب يلا نحل ده. عند توصيل أكثر من مصباح في الدائرة الكهربية على التوازي فإن نارة المصباح تزداد ولا تضعف ولا لا تتأثر يال وجانب. دور عليا. لا تتأثر. تمام، يلا يا عبد الرحمن انت رقم 2. في الدائرة الكهربية التي أمامك أذكر طريقة توصيل المصباح. توازن. ماشي، رقم 2، ماذا يحدث عند تلف أحد المصابيح؟ لا تنطفئ باقي المصابيح. يلا يا لوجين، ماذا يحدث شدة إنارة المصابيح عند إضافة المصباح الرابع؟ هذا يحدث المصابيح عند الغرفة. لا يتأثرش. هتقولي لا تتأثر بس بشدة الإنارة. هتقولي الجملة دي، بصي، تظل شدة الإنارة كما هي، تظل شدة الإنارة إيه؟ كما هي. أيوة، أوعي تكتبولي في الامتحان اللي ما تتأثرش دي. هتقول الإجابة باللغة العربية، تظل شدة الإنارة كما هي، خلاص؟ تمام؟ طرق توصيل المصابيح الكهربية في المنازل، في البيت، إحنا بنوصل التيار بنوصل المصابيح على إيه بقى؟ لكي يتم توصيل المصابيح الكهربية المتعددة الموجودة بالمنزل، هل يتم توصيلها على التوازي ولا التوالي؟ هنشوف التجربة دي، ما إحنا هنشوف أهو، قم بالعمل. قم بإنارة جميع المصابيح الموجودة في جميع غرف المنزل، قم بتشغيل أحد الأجهزة الكهربية كالراديو والتلفاز في إحدى الغرف، قم بإطفاء أحد المصابيح في إحدى الغرف، لاحظ باقي المصابيح في الغرف الأخرى هل انطفأت أم ما زالت تنير، لاحظ أجهزة الكهربية هل انطفأت أم ما زالت تعمل وسجل الملاحظات. آدي البيت، لو أنا طفيت مثلا النور بتاع المطبخ، هل الناس اللي في الأوض التانية هيبقى النور هيطفي عليهم ولا هيفضل منور؟ ينطفئ عليهم. لا ينطفئ عليهم. يعني انا لو انا هيفضل قفلت نور المطبخ منور. هلاقي اللي في لا هيفضل الحمام منور. هيبقى منور برضه. طيب، على الرغم من انطفاء احد المصابيح الى اننا نجد ان باقي المصابيح ظلت في حاله اناره والاجهزه الكهربيه ما زالت تعمل. يبقى معنى كده ان انا لو قفلت النور بتاع المطبخ نور الحمام هيبقى منور، واللي قاعد يسمع التلفزيون هيبقى نور منور عنده برضه. طيب هنستنتج ايه بقى من الكلام ده؟ إن المصابيح والأجهزة الكهربية يتم توصيلها بالمصدر الرئيسي للتيار الكهربي، ولكن كل منها يعمل بشكل مستقل عن الآخر، مما يوضح أنها متصلة في المنزل على إيه؟ توازي. طب لو جالك سؤال علمي، لعل اللي ما يأتي يتم توصيل المصابيح الكهربية في المنزل على التوازي، ليه؟ حتى حتى لا تنطفئ جميع المصابيح بالمنازل عند تلف أحدهما أو إطفاؤها، وحتى لا تقل شدة النور عند زيادة عدد المصابيح. برافو عليك. تطبيقات أضواء الزينة اللي بتستعمل في الأعياد ومناسبات الأفراح يتم توصيل المصابيح فيها على التوازي، علشان إيه بقى؟ وذلك حتى يسهل الوصول إلى المصباح المحترق واستبداله، وحتى لا يؤدي احتراق أحد المصابيح إلى انقطاع التيار الكهربي عن باقي المصابيح فتنطفئ. وهنا مقارنة بسيطة بين التوالي والتوازي، أدي التوصيل على التوالي وأدي التوصيل على التوازي. يلا كده نشوف التعريف. يا عبد الرحمن انت عليك التوالي وانت يا لوجين عليك التوازي. التعريف تعريف التوصيل على التوالي هي طريقة يتم فيها توصيل المصابيح وحالا تلو الآخر. يلا يا لوجين. طريقة يتم فيها توصيل المصابيح الكهربائية في مسارات فرعية. تمام، شدة الضوء تتأثر شدة الإنارة بزيادة عدد المصابيح. لا تتأثر بزيادة عدد المصابيح المتصلة في الدائرة الكهربائية. تمام، تأثير تلف أو فك أحد المصابيح. تنطفئ إذا طفأ المصباح تنطفئ باقي المصابيح. لا تنطفئ باقي المصابيح. وادي الشكل التوضيح، هنا الرسمة دي على إيه ودي الرسمة دي على إيه؟ دي الرسمة على إيه؟ التوازي. وهنا؟ توازي. طيب، اللي أنتوا شفتوه ده
اللي انا وريته لكم ده، بتعرف تكتبوه يعني؟ تعرف تعمل مقارنة دي كل واحد يكتبها على الغيب ويسمعها عنده في الدفتر؟ ونبعت الحاجات دي في الناس. لا لا، انا لسه ما طلبتهاش، بس انا بقول يعني انتوا خلاص كده انتوا حفظتوها تمام. لما سبب واجب يا مس. لا لا، مش واجب مش واجب، انا بسأل. انتوا كده تمام يعني؟ فهمتوها كده خلاص؟ أيوة يا مس. طب أيوة. تكتبوا؟ لا لا، ما تكتبوش حاجة، ثواني انا بس بطمئن يعني، اشوف الكلام ده خلاص فاهم. أوه. تعالوا بقى ايه الصفحة اللي بعديها، الملخص بتاع الدرس. احنا اخدنا النهارده ان توماس اديسون ده مخترع المصباح، وعملنا مقارنة بين المصابيح الكهربية. المقارنة بالمصباح المتوهج اهو، وده المصباح الفلورسنت. فكرة عمل المصباح المتوهج، ودي فكرة عمل المصباح الفلورسنت. تعالوا كده نعمل لها ريفيجن بسيط. بص، فكرة العمل، مر التيار الكهربي في فاتورة التنجستين فإنها تسخن وتتوهج وأشعة منها الضوء، لكن هنا عند مر التيار الكهربي خلال الغاز وبخار الزئبق تضيء المادة الفوسفورية الموجودة على جدار الأنبوبة. التركيب فتيل مصنوع من التنجستين وانتفاخ زجاج وقاعدة المصباح. هنا أنبوبة زجاجية، فتيلتان من التنجستين وأربع محطات. الغاز المستخدم هنا إيه؟ الأرجون. وهنا الأرجون وقليل من بخار الزئبق. طيب انواع المصابيح، هنا مصباح ذو قاعده مسماريه ومصباح ذو قاعده حلزونيه، لكن هنا مصابيح مدمجه موفره الطاقه ومصابيح الفلورسنت. مكونات الدائره الكهربائيه اخذناها بطاريه، مصباح، مفتاح، واسلاك توصيل. التدريبات دي بتاعت التدريبات دي بقى ايه؟ واجب سكرين شوت كده تحلوها لي، وبعد كده تبعتها لي على دي. هتحلها انت، هتحلوها كده مثلا في ورقة خارجية وتبعتوها لي، او نعملها لك سكرين اهو. تمام، اشكركم خالص على حضوركم، واتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وراجعتوه كويس معايا، واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام.